يا صباح الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من حلقات صباح اون تايم بعد غياب دام اكتر من شهر، طبعا خلال شهر رمضان الكريم وبعديها اجازه العيد. اتمنى تكونوا حضراتكم كلكم استمتعتوا بالاجازه اللي هتنتهي النهارده رسميا، وهيبتدي طبعا الشغل بكره برضه رسميا في مصر كلها. النهارده عندنا حلقه جديده واكيد هيكون فيها مواضيع كتير جدا هنناقشها وهنحللها مع حضراتكم النهارده في صباح اون تايم. صباح الفل على حضراتكم. صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، والنهاردة هنبتدي معاكم الكلام والمواضيع بالأجندة الخاصة بالأسبوع الرياضي وأهم الأحداث، لأن أكيد العودة هتكون يعني قوية جدا لكل عشاء الساحرة المستديرة في كل مكان. عندنا مواعيد كبيرة جدا سواء بقى في الدوري المصري الممتاز أو البطولات الأفريقية أو كمان دوري أبطال أوروبا وكمان الدوريات الأوروبية الكبرى، كلها مهمة جدا وكلها أكيد هتاخد يعني اهتمام من كل محبي وعشاء كرة القدم في مصر وفي العالم كله بشكل عام. هنبدأ النهارده بدوري النايل، وطبعا لا صوت يعلو على صوت مباراه القمه بكره الزمالك والنادي الاهلي، ديربي الكوره المصريه والعربيه صاحب الجماهيريه الكبيره جدا في منطقه الشرق الاوسط، ودي المباراه الاولى المؤجله من الدور الاول، مباراه نادي الزمالك واللي اكيد هيديرها تحكيميا بكره ان شاء الله طاقم تحكيم مصري بقياده الحكم الدولي ابراهيم نور الدين. وطبعا يعني وضع الفرقتين في جدول الدوري لحد دلوقتي مش واضح، خصوصا طبعا ان جدول الدوري لسه غير منتظم، لكن برضو مع الوقت اكيد الامور ممكن تكون يعني بتبان بشكل افضل في الفتره اللي جايه. خلينا كده سريعا نفكر متابعينا بموقف القطبين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في جدول الدوري، لان بكره ان شاء الله يعني هيكون عندنا متابعه بشكل اكبر عن المباراه وكمان التشكيل المتوقع لكل مدرب وبرضو فرص كل فريق في المنافسه على درع الدوري. نادي الزمالك صاحب المباراه معاه دلوقتي 18 نقطه وهو موجود في المركز ال 12، طبعا هو يعني ممكن نقول ان هو مركز خادع لان نادي الزمالك لعب 12 مباراه بس من اصل 17 مباراه لحد وقتنا هذا، متاجل ليه 5 مباريات كاملين، فاز في 5 مباريات وكان اخرهم اكيد فوز كبير ومستحق على الاتحاد السكندري بثلاث اهداف دون رد في ليله اكيد تالق فيها احمد مصطفى زيزو، واتعادل في 3 مباريات وخسر كمان في 4 مباريات، وزي ما قلت لكم معاه في الوقت الحالي 18 نقطة في المركز ال 12. في المقابل النادي الأهلي معاه 21 نقطة من 10 مباريات، متأجل ليه 7 مباريات، يعني 21 نقطة كاملين لسه في الملعب للنادي الأهلي اللي فاز في 6 مباريات آخرهم كان قصاد زاد بهدف للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي. اتعادل في 3 مباريات اخرهم في الجوله قبل الاخيره وكان التعادل ده قصاد انبي بهدفين لكل فريق، وخسر في مباراه وحيده كانت قصاد البنك الاهلي. القطبين متاجل ليه مباريات اكيد بالجمله، ومباراه بكره يعني ممكن نقول ان هي مهمه ولكن هي مش هتحسم اكيد لقب الدوري، لان وارد جدا نشوف منافس ثالث بيدخل بقوه في دايره المنافسه بعد تساوي الفرق في عدد المباريات. نروح لتاني حدث أكيد مهم جدا في أجندة الأسبوع وهو دوري أبطال أوروبا مرحلة الدور ربع النهائي. عندنا يوم الثلاث ويوم الأربع مباريات العودة، يوم الثلاث في ألمانيا مباراة بروسيا دورتموند مع أتلتيكو مدريد، ومباراة الذهاب انتهت بفوز غالي جدا لأتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، ومباراة العودة أكيد هتكون خارج التوقعات ووارد فيها كل حاجة، كل السيناريوهات وارده. المباراه الثانيه هتجمع ما بين برشلونه مع باريس سان جيرمان في الكامب نو، ومباراه الذهاب انتهت بفوز كتالوني غالي جدا وكانت النتيجه 3-2 في باريس، وطبعا فرص برشلونه مع تشافي هي اكبر في الفوز على حساب باريس سان جيرمان والتاهل للدور نص النهائي. يوم الاربع عندنا مباراتين برضو اقوى من بعض، الاولى هتجمع ما بين المان سيتي مع ريال مدريد في ملعب الاتحاد، ومباراه الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي وكانت النتيجة 3-3 ولسه أكيد فرص الثنائي متاحة. نفس الموضوع بالنسبة لبايرن ميونخ مع الأرسنال في أليانز أرينا، ومباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. صعب جدا ان انت تقول مين ممكن يتأهل في الرباعي دول، ريال والسيتي والبايرن والأرسنال، كمان طبعا يوم الخميس برضو في مباراة مهمة جدا في الدوري الأوروبي اكيد هتجمع ما بين أتلانتا مع ليفربول، وفرص أتلانتا ان هم يتأهلوا
كبيره جدا 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 بعد الفوز الكبير في الانفيلد بثلاثيه دون رد في مفاجاه اكيد يعني مدويه، نادرا ان هي بتحصل في ليفربول، وواضح كمان ان ليفربول يعني هيخرج من الدوري الاوروبي لو ما حصلتش مفاجاه في مباراه العوده. كمان اجنده الاسبوع الرياضيه عندنا برضو عوده مره ثانيه لدوري القسم الثاني الف، منافسات الجولة السادسة واللي هتبتدي يوم الثلاثاء اللي جاي، وخلاص يعني متبقي أربع مباريات لكل فريق على نهاية الدوري وحسم المتأهلين، والأقرب هو بتروجيت صاحب الصدارة اللي معاه في الوقت الحالي 54 نقطة، محتاج إن هو يفوز فوز وحيد بس في أربع مباريات عشان يقدر إن هو يتأهل وبشكل رسمي، وطبعا وراه غزل المحلة اللي معاه 44 نقطة، وبعديهم لافيانا اللي معاه 43 نقطة، ووادي دجلة بنفس الرصيد ومعاه حرس الحدود 43 نقطة. أكيد المتأهل التاني مش هيخرج عن الثلاثي المحلة وادي دجلة وحرس الحدود، أما بقى صاحب التذكرة التالتة فهيلعب مباراة فاصلة مع المتأهل من دوري القسم التاني ب. آخر حاجة بقى موجودة معنا في أجندة الأسبوع الرياضي هتكون منافسات دوري أبطال أفريقيا في مرحلة الدور نص النهائي يوم الجمعة إن شاء الله، مباراة الذهاب المرتقبة أكيد واللي بتجمع ما بين النادي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في الكونغو، وهي مباراة كبيرة جدا، مباراة أكيد صعبة جدا على أي فريق بيواجه مازيمبي، لأن ما فيش فريق مصري لحد دلوقتي قدر إن هو يكسب مازيمبي في ملعبه على مدار التاريخ كله. النهاردة بقى في دوري النايل عندنا مباراتين في غاية الأهمية، الساعة 4 السيراميكا كليوباترا هيكون بيقابل المصري بورسعيدي، والساعة 7 الإسماعيلي هيكون على ميعاد مع مودرن فيوتشر. المباراة الأولى هتجمع السيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي، أكيد مواجهة كبيرة جدا بالنسبة للفرقتين، السيراميكا معاه دلوقتي 22 نقطة وهو في المركز السادس من 15 مباراة، وآخر مباراة اتعادل فيها مع زاد بنتيجة 1-1. في المقابل بقى المصري البورسعيدي معاه دلوقتي 27 نقطة وهو في المركز الرابع من 16 مباراة، طبعا آخر مباراة خسر قصاد مودرن فيوتشر. والمباراة الثانية اللي هتجمع النهاردة الإسماعيلي مع مودرن فيوتشر هي أكيد طبعا مواجهة كبيرة جدا بالنسبة للفرقتين، الإسماعيلي معاه 17 نقطة هو في المركز ال 14 من 16 مباراة، وآخر مباراة فاز على سموحة كانت النتيجة 2-1 بعد ما كان متأخر بهدف لحد الوقت بدل الضايع. في المقابل هنلاقي أن مودرن فيوتشر معاه في الوقت الحالي 20 نقطة من 14 مباراة، هو في المركز ال 11 وآخر مباراة فاز على النادي المصري بورسعيدي بهدف مقابل بهدفين مقابل هدف زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي. مباراتين اكيد في غايه الاهميه خارج كل التوقعات، سيراميكا كليوباترا مع المصري والاسماعيلي مع مودرن فيوتشر، فخلونا نتابع النهارده نشوف عبر قنوات اون تايم سبورتس مين هيقدر ان هو ياخد موقع افضل واحسن في ترتيب جدول دوري النايل بعد نهايه مباريات النهارده. تعالوا بقى سريعا نروح معاكم لفقرتنا المعتادة وهي فقرة تصريح وتعليق، وتحديدا من تصريحات سعد سمير مدافع فريق مودرن فيوتشر الحالي ونادي الأهلي السابق، واللي اتكلم فيها عن كواليس رحيله عن النادي الأهلي وكمان عن الخسارة الكبيرة من فريق سان داونز بخماسية. وقال سعد سمير: أنا اللي طلبت أني أخرج من النادي الأهلي، كنت محتاج أني أشارك، وكنت طبعا راجع من إصابتين، وكابتن محمود الخطيب طلب مني أني أستمر لحد نهاية تعاقدي لمدة موسمين، لكن أنا كنت شايف في الوقت ده أن الرحيل هو مناسب أكتر ليا. وعن الهزيمة برضو من سان داونز بخماسية فاتكلم وقال: ما كانش فيه لاعب عنده وش أن هو يعني ما يتقبلش الخصومات اللي تم توقيعها على اللعيبة بعد الخسارة من سان داونز بخمس أهداف، وكان في برضو وعد من الإدارة بتعويض الخصومات الكبيرة دي بعد التتويج بأول بطولة أفريقية. وقال كمان أن مباراة سان داونز غيرت كتير جدا من قناعات مارسيل كولر، خصوصا أن هو فتح الملعب قصاد فريق سان داونز، وده طبعا كان موضوع صعب جدا. وقال كمان أن النادي الأهلي أفضل مؤسسة رياضية موجودة في مصر وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وأي مدرب يعني قاد النادي الأهلي فهو يعتبر مدرب محظوظ جدا بقيادته للنادي الأهلي. نروح معاكم للكرة الأوروبية.
امبارح مانشستر سيتي قدر ان هو يحقق الفوز على لوتون تاون بنتيجه 5-1 في الدوري الانجليزي وتصدر جدول الترتيب مؤقتا. باب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تكلم عن الفوز الكبير جدا على المنافس امبارح، خصوصا طبعا بعد مباراه الحسم قصاد ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا يوم الاربعاء اللي فات. فتعالوا نشوف معاكم ابرز واهم تصريحات جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على لوتون، ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. تابعنا مع حضراتكم أهم وأبرز تصريحات المدير الفني لفريق مانشستر سيتي باب جوارديولا. تعالوا نروح بقى معاكم لأهم مباريات النهاردة، وهنبتدي برضو من البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي في الجولة 23. النهاردة الساعة 3 ليفربول هيكون على ميعاد مع كريستال بالاس، وويست هام يونايتد هيقابل فولهام في نفس التوقيت. أرسنال الساعة 5:30 هيكون على ميعاد مع أستون فيلا. نروح لأبرز وأهم مباريات الدوري الأسباني في الجولة 31، والليغا الأسبانية النهاردة فيها ميعاد مهم جدا بيجمع لاس بالماس مع إشبيليا، وكمان جرناطة مع ديبورتيفو ألافيش الساعة 4:15، أتلتيك بلباو الساعة 6:30 مع فياريال، والساعة 9 مساء ريال سوسيداد مع الميريا. نروح للكالتشو الإيطالية والدوري الإيطالي في جولته 32، نابولي على ميعاد مع فروسينوني الساعة 12:30، وساسولو مع ميلان الساعة 3، والساعة 6 أودينيزي مع روما، وإنتر ميلان مع كالياري الساعة 8:45 مساء. نروح للبونز ليجا والدوري الألماني في جولته 29، الساعة 3:30 دارمشتات مع فرايبرغ، وكمان باير ليفركوزن الساعة 5:30 مع فيردر بريمن. تعالوا نروح دلوقتي مع حضراتكم نشوف تقرير عن أبرز مباريات اليوم، ونرجع نكمل معاكم فقرتنا مرة تانية. مشاهدينا تابعنا مع حضراتكم أبرز وأهم الأحداث اللي هتكون موجودة في الأجندة الرياضية في الأسبوع الحالي. نطلع دلوقتي سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونكمل بقية فقراتنا هنا في صباح أون تايم، خليكم معنا. رجعنا سريعا، لسه مكملكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وزي ما اتكلمنا وقلنا ان مفيش صوت بيعلو على صوت مباراه القمه بكره ان شاء الله، مباراه الزمالك والنادي الاهلي اكيد الحديث هيكون عليها مطول وبالتفاصيل. ومعانا دلوقتي واحد اكيد من نجوم نادي الاهلي السابقين، كابتن احمد عبد الفتاح. يا صباح الفل عليك يا كابتن، اكيد منورنا النهارده في صباح اون تايم. صباح الخير، وصباح الخير على جميع مشاهدي اون تايم سبورت. كل سنه وحضرتك طيب، واكيد عندنا كلام كتير جدا بيخص مباراه القمه اللي دايما بتكون خارج التوقعات، دايما ما بيكونش ليها معايير، ولا بنكون يعني مهما كانت الفرقتين في اي حاله ما بنعرفش ان احنا نحسب لها حساب هتكون عامله ازاي، دايما بتكون بطوله في حد ذاتها مش مجرد بس مباراه او ديربي. حضرتك عن يعني شايف المباراه دي هتكون عامله ازاي بالنسبه لمارسيل كولر؟ مين بالنسبه لك شايف ان هو هيكون بيبتدي اساسي؟ مين ممكن يكون بيستعين بيه مارسيل كولر على دكة البودرة، وممكن يكون بالنسبة لي مفتاح للعب؟ من وجهة نظرك الفنية شايف اللقاء هيكون عامل ازاي بكرة؟ اكيد طبعا زي كل مباراة الاهلي والزمالك ملهاش اي مقاييس قبل المباراة وحالة الفريقين قبل المباراة. ناس تقول الزمالك فايق وعمل مباراة جيدة جدا اللي فاتت، والنادي الاهلي مستواه اقل في بعض المباريات اللي فاتت بسبب الاصابات الكتيرة اللي في صفوف النادي الاهلي. المباراة يومها بيبقى حسب هو قال كل لاعب، عشان كده كمان على حسب اختيارات المدربين. لكن المباراه نفسها لما تيجي اذا كان جماهير الزمالك او جماهير النادي الاهلي لما تيجي تفكر قبل المباراه وتقول مثلا لا الزمالك افوق، لا المباراه مختلفه، يوم المباراه الموضوع بيبقى مختلف. في ثقه في اللعيبه، في النادي الاهلي بقاله فتره بيكسب نادي الزمالك، دي برضه بتدي ساكن. طبعا لو اتكلمنا في الظروف في النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده ظروف صعبه جدا، غيابات كثيره جدا، حتى اللعيبه اللي بتلعب مجهده كل ثلاث نفس اللي بيحصل بقى، بنتكلم بقى سنتين ثلاثه في نفس الموضوع، اجهاد لعيبه النادي الاهلي بسبب المباريات المتلاحقه، بسبب الماتشات المؤجله، بيلعب كل ثلاث ايام مباراه. كان مستر كولر عنده الميزه الاول ان اللعيب في عنده مجموعه من اللعيبه يقدر يعمل بيهم روتيشن. دلوقتي غياب اتكلمنا حسين الشحات، بيرسيتاو، امام عاشور، غيابات كتير. انا كل مباراه بلاقي واحد يرجع واحد يغيب، واحد يرجع واحد. صحيح. ف
دي بتقابل، دي بتبقى مشكله كبيره جدا بتقابل اي مدرب. انت عارفه برضو لعيبه النادي الاهلي وراضي بالذات بيبقى عندهم كبيره صحيح، وهي مباراة أكيد يعني بيكون ليها أهمية كبيرة جدا بالنسبة لجماهير القطبين، مش بس جماهير الكرة المصرية، كمان جماهير الكرة العربية بشكل عام. فريقين كبار في الشرق الأوسط كله، أكيد الكل بيكون في انتظار هذه المباراة. ديربي كبير جدا بيجمع قطبين الكرة المصرية، أكيد بتهم اللعيبة، بتهم المدربين، بتهم مجالس الإدارات، وكمان أكيد طبعا بتكون ليها أهمية كبيرة جدا عند الجماهير. اكيد طبعا، اكيد اكيد مباراه الجماهير كلها بتستناها، حتى اعلاميا زي بتغطي اعلاميا كويس جدا. لكن برضو زي ما بقول لك المباراه صعبه جدا جدا للفريقين. شكل كمان الجدول متلخبط، جدول الدوري متلخبط بسبب صحيح، بسبب المؤجلات الكتيرة بالنسبة لكل الفرق اللي بتشارك في البطولات القارية والأفريقية. فطبعا زي ما احنا شايفين ان في يعني عدد كبير جدا من الفرق، او يمكن خاصة النادي الاهلي ونادي الزمالك لعبوا عدد قليل جدا من المباريات، فعشان كده مش عارفين نحدد هم في انهي مركز. طبعا المراكز المتواجدين فيها في الوقت الحالي هي مراكز خداعة، ولكن ان شاء الله مع يعني انتظام الجدول ومع كمان لعب المؤجلات هنشوف اكيد يعني هتوضح الرؤية بالنسبة لجدول دوري المصري الممتاز او جدول دوري نايل في الوقت القادم ان شاء الله. اكيد حتى كمان ترتيب الفرق اللي هتوصل لافريقيا، الاربع فرق اكيد هتتحسب بعد الدور الاولاني، حتى الدور الاولاني لسه ما خلصش بالنسبه للنادي الاهلي، لسه للنادي الزمالك. فالمباراه بالنسبه لهم مباراه مهمه جدا جدا. اكيد النادي الاهلي عايز يحافظ على الدوري العام، نادي الزمالك جماهيره مستنيه النادي الزمالك صحيح نفس مع النادي الاهلي. صحيح، خاصة بعد حل أزمة إيقاف القيد اللي كان بيعاني منها نادي الزمالك الفترة اللي فاتت دي، فأكيد طبعا جماهير نادي الزمالك عندها أمل كبير جدا إن هي تكون بتقدر إن هي تحصل على البطولات في إن شاء الله الفترة القادمة. أكيد أكيد بالصفقات الجديدة اللي جابها نادي الزمالك اللي هي مدية أمل لجماهير نادي الزمالك، كان عبد الله السعيد، كان ناصر ماهر، أكيد في تحدي كبير بالذات للثلاثة لعيبة دول في مباراة الأهلي والزمالك. عارفة الثلاث لعيبه دول كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي، كان عبد الله، اذا كان ناصر، اذا كان احمد حمدي، فالمباراه بالنسبه لهم مختلفه. صحيح. صعب، حاطين تحت ضغط عصبي جامد جدا، دي اول مباراه بينهم، مباراه قمه يكونوا موجودين فيها، فدي بالنسبه لهم صعبه جدا جدا جدا. غير طبعا المباراه اللي هي اول مباراه دوري، كانوا موجودين في مباراه الكاس في السعوديه، لكن دي اول مباراه دوري يكون فيها الثلاث لاعبين دول. اكيد. طبعا كل واحد فيهم عنده أمل قوي جدا جدا إن هو يقدر يفوز على النادي الأهلي ويحسن جدول نادي الزمالك في الجدول. النادي الأهلي عنده بقى طبعا أنت عارفة النادي الأهلي عنده طموحات قوية جدا للاحتفاظ بالدوري. النادي الأهلي وجماهيره ما عندهمش ثقافة دلوقتي يعني، أو أكيد كيس كيس ثقافة مكسب وخسارة، لكن هم لكن صعب جدا إن جماهير النادي الأهلي صحيح تتقبل الهزيمة، وهو ده يعني برضو نفس الحال بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. عشان كده متوقعين إن شاء الله إن هي تكون مباراة قوية جدا كالعادة، وأكيد بنتمنى في النهاية إن احنا نشوف مباراة بتليق باسم قطبين الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك. كابتن أحمد عبد الفتاح نجم نادي الأهلي السابق أكيد نورتنا النهاردة في صباح أون تايم، بشكرك جدا على وجودك وعلى وقتك معانا. مشاهدينا هنرجع بقى معاكم مع فقرة اون فاير نيوز واهم الاخبار الخاصة اكيد بالساحة الرياضية. اكيد الاخبار مرتبطة بمباراة الديربي النادي الاهلي ونادي الزمالك، او مباراة الزمالك والنادي الاهلي، ان هي مباراة نادي الزمالك. وهنبتدي الاخبار بتاعتنا من عند اتحاد الكورة، والساعات اللي فاتت دي وتحديدا بعد الاعلان عن الطاقم التحكيمي لمباراة القمة بقيادة ابراهيم نور الدين، شفنا حالة من الانتقادات على السوشيال ميديا، واتحاد الكورة اكد ان هو ما تدخلش في اختيارات بريرا رئيس لجنة الحكام بشان الطاقم التحكيمي الخاص بمباراة القمة ما بين نادي الزمالك النادي الاهلي، واللي تم الاعلان عنه من جانب لجنه الحكام خلال الساعات اللي فاتت دي. وقال اتحاد الكوره بريرا بلغنا بطاقم تحكيم القمه بقياده ابراهيم نور الدين، واحنا ملناش تدخل في اختياراته.
لسه مكملين معاكم في الكلام عن الطاقم التحكيمي لمباراة القمة والبرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام اللي تواصل مع إبراهيم نور الدين الحكم الدولي والمكلف ان هو يدير مباراة القمة وطلب منه عدم الانشغال بالانتقادات والتركيز مع زمايله في التأكيد على ان التحكيم المصري هو الافضل. بيريرا اكد للحكم إبراهيم نور الدين ان هو واثق جدا في قدراته وكمان كل الحكام الموجودين في طاقم مباراة القمة. إبراهيم نور الدين وعد بيريرا أنه هيركز وهيقدم أداء مشرف للتحكيم المصري وأكد كمان أنه هو ما بيشغلش باله أبدا بالانتقادات وطول مشواره مع التحكيم هدفه الأساسي هو إرضاء ضميره والالتزام بالقوانين وبالقواعد المنظمة للتحكيم. نروح مع حضراتكم لواحد من نجوم منتخب مصر ومن ابرز اللعيبه المحترفه، والساعات اللي فاتت دي حصل تواصل ما بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر ونظيره في نادي ترابزنسبور التركي عشان يطمنوا على محمود حسن تريزيجيه بعد ما اتصاب خلال مباراه فريقه قصاد سيفاسبور واللي اقيمت يوم الجمعه اللي فاتت ضمن منافسات بطوله الدوري التركي. الجهاز الطبي في ترابزنسبور اكد ان الاشعه اللي خضع عليها محمود تريزيجيه اثبتت ان هو اتصاب بشد في العضله الخلفيه وهيغيب بسببها لمدة أسبوع واحد، والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كابتن حسام حسن كان حريص جدا أن هو يتواصل ويطمن على جميع اللعيبة بما فيهم أكيد المحترفين استعدادا للمباراتين القادمتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وصاد بوركينا فاسو وغينيا بيساو خلال شهر يونيو اللي جاي. نروح بقى معاكم لاخبار النادي الاهلي وهنبتدي اخبار النادي الاهلي من عند مروان عطيه لاعب وسط النادي الاهلي واللي خضع لاشاعه خلال الساعات اللي فاتت دي وجات مطمئنه جدا واظهرت عدم اصابه اللاعب او معاناته من اجهاد عضلي وان هو خلاص جاهز من الناحيه الطبيه عشان يشارك في مباراه فريقه قصاد نادي الزمالك في قمه الدوري بكره يوم الاثنين، ولكن اكيد بيتبقى قرار مارسيل كولر اللي بيتردد ان هو يشارك اللاعب في القمه دي و ممكن ان هو يتحفظ بيه على دكه البدلاء ويلعب بيه بس وقت الحاجه لجهوده او ان هو يريحه عشان يقدر ان هو يعني يشركه في مباراه ذهاب نص نهائي دوري ابطال افريقيا اللي هتكون في غايه الاهميه قصاد مازيمبي الكونغولي في الكونغو يوم الجمعه اللي جاي اكيد لان هو عنده احساس بالتخوف على اللاعب واكيد ممكن يكون هو بيفضل كولر ان هو يريحه ومن المقرر ان هيحسم كولر قرار مشاركه اللاعب خلال الساعات اللي جايه في مباراه القمه. كمان حرص النجم المغربي رضا سليم لاعب النادي الاهلي ان هو يزور منطقه اطار الاهرامات في الجيزه طبعا هو وعدد من زمايله المقربين وده قبل لقاء القمه وبيواصل الجهاز الفني لنادي الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر استعداداته لمباراه القمه واللي بيتطلع فيها النادي الاهلي اكيد ان هو يحصد النقط الثلاثه عشان يقدر ان هو يواصل رحله الوصول لقمه الدوري او دوري النايل من خلال الفوز في المؤجلات. هنروح معاكم لحسين الشحات صنع العاب النادي الاهلي واللي بدا ان هو يلبس ماسك للوش عشان يقدر ان هو يمارس بعض التدريبات الخفيفه بعد انتهاء فتره الراحه السلبيه واللي حصل عليها اللاعب واللي امتدت لمده 5 ايام بعد ما خضع لجراحه في الوجه بسبب الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه سيمبا التنزاني في استاد القاهره. ومن المؤكد ان هيغيب الشحات عن مباراه نادي الزمالك بكره وهيغيب كمان شهر عن الملاعب وفقا للتقرير الطبي الجراحة اللي أجراها ومن المقرر أنه هيخضع حسين الشحات لفحص طبي مستمر عشان يعرفوا تطورات التئام شرخ الوجه. ألف سلامة على اللاعب. لسه مكملين معاكم برضو مع أخبار المارد الأحمر والنادي الأهلي وتوج فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي مواليد 2007 بلقب بطولة الجمهورية للموسم الثالث ليهم على التوالي بعد ما فازوا على المقاولين العرب بثلاث أهداف دون رد وبالفوز ده رفع النادي الأهلي رصيده ل 71 نقطة وحسم الدوري بفرق نقطة واحدة بس عن فريق أنبي واللي حصد 70 نقطة وأنهى المسابقة في المركز الثاني. نروح معاكم من اخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك وهنبتديها من عند البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللي القى محاضره فنيه على اللعيبه قبل انطلاق تمرين امبارح يوم السبت على ملعب النادي استعدادا لمباراه القمه. حرص المدير الفني ان هو يشرح بعض الامور الفنيه والخططيه للعيبه خلال المحاضره دي ويتكلم كمان عن الاستعدادات الخاصه لمباراه النادي الاهلي بكره في دوري النايل. طلب جوميز من اللعيبه ان هم لازم يركزوا
تركيزه جدا في الفترة الحالية، وشدد كمان على أهمية لقاء القمة في مشوار الفريق للمنافسة على لقب دوري النايل. لسه مكملين معاكم أخبار نادي الزمالك، واشتكى جوزيه جوميز المدير الفني للجهاز المعاون ليه من مستوى الثنائي سيف الدين الجزيري وناصر منسي، وشدد المدرب البرتغالي للجهاز المعاون على أنه هو حاسس بقلق من مستوى منسي والجزيري قبل لقاء القمة. قال كمان المصدر أن جوميز أكد للجهاز المعاون أن منسي والجزيري ما حصلوش على ثقته حتى الآن. وأكيد لسه الحديث مستمر عن المباراة اللي أكيد الكل منتظرها، مباراة القمة بكرة اللي هتجمع ما بين نادي الزمالك والنادي الأهلي. وعبر الهاتف بينضم لينا دلوقتي واحد أكيد من نجوم نادي الزمالك السابقين، كابتن محمود الخواجة. يا صباح الفل عليك، أكيد منورنا النهاردة في صباح أون تايم. صباح الخير يا استاذ، اخبارك؟ اكيد منورنا النهارده يا كابتن، وسعيده جدا بوجودك معانا. واكيد عايزين نتكلم عن مباراه القمه اللي دايما بنقول ان هي ملهاش معايير او مقاييس، دايما بيكون شكلها مختلف، ودايما بتكون في حد ذاتها بطوله بعيدا ان هي بتتلعب في دوري في كاس ايا كانت بتتلعب فين، ولكن هي في حد ذاتها هي بطوله بالنسبه للعيبه وبالنسبه للمجالس الادارات وكمان بالنسبه طبعا للجماهير، سواء الجماهير المصريه او كمان كل الجماهير العربيه اللي اكيد بتهتم جدا بهذه المباراة. عايز أسألك عن تصورك للقاء هيكون عامل ازاي، وكمان فنيا بالنسبة للمدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز شايف ان هو هيخوض اللقاء ده بشكل عامل ازاي، ومين ممكن يكون بيستعين بيه في بداية اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الأهلي والزمالك دايما فرقتين بيتنافسوا على زعامة الكرة المصرية، ودايما ماتشاتهم المفروض ان هي بتكون مباريات من المباريات يعني العيار الثقيل يعني اللي ممكن الواحد يتمتع بيها. لو اللعيبه اللي في الملعب طبعا اكيد عايزين يتمتعوا، فبتبقى مباراه زي ما انت قلت برضو ما حدش يقدر يقول مين يكسب مين، ما حدش يتوقع اي حاجه. صحيح، ده بيرجع للعيبه في الملعب ودورهم والتوفيق وعدم التوفيق، المدربين نفس الحكاية. فهي مباريات بترجع يعني ده كل فريق فيهم عايز يكسب، عايز يكسب فالتاني، في كل واحد بيعمل حساب للتاني، كل واحد بيحترم التاني. وهنا هنا بقى هنا المنطقة الفرصة، الاحترام مهم جدا لأي فرقة، الزمالك أو الأهلي بيلعبوا يعني، أو الزمالك والأهلي بيلعبوا بيحترموا بعض جدا، وده مهم صحيح. جدا. فطبعا يعني نتمنى أن تكون مباراة ممتعة تمتع الناس زي كل يعني مثلا الماتش الأخراني اللي هو كان في السعودية. ماتش حلو وكان ممتع وكده، بس برضه إيه، في أحسن من كده عند الفرقتين دول. صحيح. طبعا في كل في فرقة طبعا في المدرب بيشوف الأحسن على هو اللي في المطبخ، هو اللي شايف مين اللي هيبقى متواجد. أكيد. حسب الطريقة اللي هيلعب بيها. مين اللي عايز نقاط الضعف والقوة في الفرقة التانية، برضه نفس الحكاية للفرقتين. برضه بتبقى يعني فيها صعوبة في ان انا اقدر احدد مين يكسب ومين يعني. صحيح، اتفق مع حضرتك جدا يا كابتن محمود. ولكن في النهايه احنا بنتمنى ان احنا نشوف مباراه ممتعه جدا فنيا، واكيد بنتمنى ان احنا نظهر يعني او تظهر الكره المصريه من خلال هذا اللقاء اللي بيحظى بمتابعه من قبل كل الجماهير المصريه وجماهير الشرق الاوسط بشكل يليق باسم الكره المصريه. دايما المباريات دي كمان من الحاجات اللي يعني كويسه فيها، ان النهارده ممكن تكون مولد نجم النهارده، فالنهارده ممكن مدرب النهارده يروح زي ولد صغير ممكن يهزم في ماتش زي ما حصل قبل كده كتير يعني. اكيد. فنتمنى ان شاء الله احنا نشوف مباراه تسعد الجماهير، وطبعا الجماهير ليها دور كبير جدا في اخراج هذه المباراه، يعني من عوامل نجاح اي مباراه هو الجمهور، مع طبعا التحكيم مع الامن مع يعني حاجات كتير قوي بتساعد على نجاح المباراه. فان شاء الله نتمنى ان كل يتواجد النهارده، ان كل الناس تتبسط وتتمتع بالكره المصريه. اكيد بمثلها الاهلي والزمالك ان شاء الله.
اكيد. كابتن محمود الخواجه نجم نادي الزمالك السابق، اكيد نورتنا النهارده في صباح اون تايم، بشكرك جدا على وجودك وعلى وقتك معانا، وبتمنى لك ان شاء الله يوم سعيد. ونرجع مره ثانيه لاخبار نادي الزمالك واهم الاخبار الخاصه بالبرتغالي جوزيه جوميز قبل اللقاء اللي في غايه الاهميه، لقاء ديربي القاهره، اكيد لقاء اللي بيجمع ما بين نادي الزمالك والنادي الاهلي. وحضر البرتغالي جوزيه جوميز مصطفى شلبي لاعب الفريق من الغضب من تغييره في بعض المباريات في الفترة الأخيرة. جوميز عمل جلسة في الساعات اللي فاتت دي مع مصطفى شلبي، طلب منه خلال الجلسة دي ان هو لازم يلتزم وما يعترضش ابدا مرة تانية على مسألة تغييره في المباريات عشان ما يفقدش مكانه بشكل نهائي في الفريق ويتعرض لعقوبات مالية كمان جوه نادي الزمالك. مدرب نادي الزمالك اكد للاعب ان هو واثق جدا في قدراته وفي امكانياته الفنية والبدنية، وشايف ان هو لاعب مميز جدا، ومش معنى ان هو بيغير في المباراة ان هو مش لاعب كويس، ولكن ممكن يكون غير موفق في اللقاء ده وبسببه طبعا تم تغييره. وكان برضو مصطفى شلبي اعترض على تغييره في مباراة الفريق الأخيرة قصاد الاتحاد السكندري واللي انتهت بفوز الفريق بثلاث أهداف مقابل لا شيء. أكيد لسه مكملين معاكم برضو أخبار نادي الزمالك، ونروح لملف الصفقات الجديدة. وأكد مصدر جوه نادي الزمالك إن في اتجاه للتراجع عن التعاقد مع المهاجم السوري محمود الأسود، مهاجم منتخب سوريا ونادي الكرامة. وضح كمان المصدر إن مسؤولين نادي الزمالك بيدرسوا التعاقد مع مهاجم أجنبي متميز بدل إن هو يتعاقدوا مع محمود الأسود في ظل تراجع مستوى مهاجمين الفريق الفترة الحالية. وأتم المصدر إن محمود الأسود هيتم قيد خاصة وهو مواليد 2003، ولكن في اتجاه وبشكل غير رسمي ان هم يتراجعوا عن صفقة اللاعب عشان يقدروا ان هم يتعاقدوا مع مهاجم اجنبي اخر متميز. نروح لحارس مرمى نادي الزمالك محمد صبحي اللي بيتمرن دلوقتي تدريبات تأهيلية على هامش تمرين امبارح يوم السبت اللي طبعا اقيم على ملعب نادي، وبيؤدي الحارس تدريبات المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في ظل إصابته بمزق في العضلة الضمة عشان يتم تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. حرص كمان جوزيه جوميز ان هو يطمن على محمد صبحي على هامش التمرين. ولسه الحديث مستمر عن مباراة القمة، المباراة اللي هتجمع نادي الزمالك بالنادي الأهلي في قمة الدوري الممتاز أو دوري النايل. وعبر الهاتف عشان نتكلم أكتر عن التفاصيل التحكيمية الخاصة بهذه المباراة معانا كابتن أحمد الشناوي الخبير التحكيمي لقنوات أون تايم سبورتس. يا صباح الفل والجمال على حضرتك يا كابتن، أكيد منورنا. صباح الخير عليك وعلى السادة المستمعين، وأنت المنورة الميكروفون والاذاعه كلها. الله يخليك يا كابتن، واكيد طبعا يمكن الفتره اللي فاتت دي او الايام اللي فاتت دي بعد الاعلان عن طاقم التحكيم اللي هيدير مباراه القمه بقياده ابراهيم نور الدين شفت انتقادات كثيره جدا على السوشيال ميديا، ويمكن بعديها كمان طلع يعني اتحاد الكوره وقال انا ماليش علاقه بالاختيارات، الاختيارات دي خاصه ببريرا المسؤول عن التحكيم. فعايزه اسال حضرتك الاول على رايك في اختيار طاقم التحكيم بقياده ابراهيم نور الدين، وعايز اسالك كمان بعد كده بقى عن يعني اهم الحاجات اللي المفروض ان يتلاشاها او يتفاداها طاقم التحكيم الخاص بمباراه القمه. خليني بس نوضح حاجه للساده المستمعين والمتابعين للنشره الاخباريه بتاعتك، ان المباريات الهامه والمصيريه والفاصله او الديربي والحاجات دي كلها على مستوى حتى الاتحادات القاريه في البطولات دائما وابدا المباريات هي الافتتاح، السيمي فاينل، النهائيات. لجنه الحكام المنوطه بتعيين الحكام بتعمل زي ما تقولي مشروع تعيين مثلا الحكم ده والاسباب ايه؟ وبتعرضها بالتالي على الاتحاد اللي هو المسؤول او المنظم عن البطوله وليس التحكيم. لمجرد طبعا ممكن الاتحاد يقول له طب انت ليه اخترت ده ما اخترتش ده؟ صحيح. لان زي ما شفت الكلام ده كله. اذا بيكون القرار النهائي لاتحاد الكوره مش لرئيس لجنه. ما انا برضه خليني اوصل ان اتحاد الكوره لما يتعرض عليه يقول له طب ده ليه؟ لو اقتنع بوجهه نظر لجنه الحكام في التعيين اللي موجود خلاص.
بيقر التعيين وبتتعب المباراه. ده الشيء اللي الناس لازم تعرفه. الاتحاد مسؤولياته نجاح البطوله، وهو عين لجنه الحكام لانجاح البطوله. صحيح. عشان تعين الحكام. فطبعا النهارده الاتحاد لازم يكون ملم بكل صغيره وكبيره في اختيار حكام القمه. عشان طبعا يعني مش عايزين نقول تواريخ حصل ايه وبكون توابعها مش في صالح البطوله او المسابقه بتاعت الدوله. فطبعا اكيد الاتحاد قعد مع رئيس اللجنه، رئيس اللجنه قال لهم المشروع بتاعي ده 1 2 3 4، اقتنعوا بكلامه، قالوا اتفضل اعلن والحاجات دي كلها. لكن هو ما يقدرش يعلن دون موافقه الاتحاد او اقرارها طاقم التحكيم. طيب كابتن احمد الشناوي، هو الاتحاد في بيانه قال يعني قولا واحدا انا ما بتدخلش في قرارات بريرا رئيس لجنه الحكام، انت مع الاتحاد في هذا القرار هو ما يتدخلش؟ لا، هو ولا لا؟ يعني هذا التعبير هذا التعبير يعني لا يليق او ما يمشيش مع هذه المباراه، اهميه المباراه والحاجات دي كلها. صحيح، ما يمشيش. يعني التعليق ده ممكن يقول لا احنا قعدنا وناقشناه في الاختيارات، اقتنعنا باختياراته واقرينا التعيين. هو ده اللي بيحصل، خلي بالك ده المفروض يحصل. يعني زي ما لجنه المسابقات بتقول للعيب ده انا وقفت 6 ماتشات، بتعمل توصيه للاتحاد او عشان الرابطه عشان يعني تقر الكلام ده كله، بتبقى توصيات. صحيح. بتقعد معاهم بتقول له عملت كده ليه؟ والله يقول له طبقا والله اللائحه كذا بتقول كذا كذا، خلاص بيقروها. لكن لو لقوا انه فيها مغالطه او في يعني حاجه ما تمشيش مع اللائحه بيبداوا يناقشوه، لا ده ما ينفعش غير الكلام ده. وبيتغير الحاجات دي كتير، يعني ده امر وارد يعني في مسابقات كره القدم. ده الشيء المهم. لكن انا مش مع، او ممكن يكون الاتحاد قال كلام، والذي نقل يعني الخبر يعني ما تحرش الدقه في التعبير عن اتحاد الكوره. طيب خليني اسالك يعني راي حضرتك في الاختيار الخاص بهذا الطاقم التحكيمي اللي هيقود مباراه بكره، مباراه القمه ما بين الزمالك والنادي الاهلي. دايما مباريات القمه بيكون ليها ظروف مختلفه جدا، وبتكون دايما كده على صفيح ساخن زي ما بنقول، بالنسبه للجماهير، بالنسبه للاعبين، بالنسبه لمجالس الادارات، خصوصا طبعا يعني ان كمان موقف الفرقتين لسه ما اتحددش بالنسبه لدوري النايل حتى الان. عايز اسالك عن رايك. طبعا انا عايز اقول ان التحكيم وتعيين الحكام هو حق اصيل للحكام، ده اسبابه في التعيين. لكن كل ما انا اسمعه كلام اللي بينشر على السوشيال ميديا مش عارف ضغوط وده مش عارف ايه الكلام، ما اعتقد اما من الحقيقه. ولكن لجنه الحكام هي ملمه بكل احوال حكام البطوله او حكام الدوري، وملمه بما لديها من مباريات قادمه وبما لديها من مباريات سابقه. فلازم هم بيشوفوا حكم من هو يليق لهذه المباراة حتى لا يكون هناك قيل وقال. ولكن طبعا في ظروف بتطرق ما بين إصابة، ما بين حكم ممكن يعتذر، الحاجات دي كلها بتلاقي اللجنة ما عندهاش قدامها خيارات غير ده وبتختار. وزي ما برجع أقول إن اختياراتهم تمت مناقشتها من قبل اتحاد كرة القدم، واقتنع بها اتحاد كرة القدم، وبالتالي اقروا التعيينات. عشان بس انا بقى يعني نقول الكلام ده ليه؟ لان هو ده الكلام المنطقي. لان الموضوع ما تقوليش ان الاتحاد لا يعلم، لا. الاتحاد اول من يعلم. صحيح. قبل الاعلان وقبل كل الكلام ده كله، فيعني عشان ما نخشش. لكن اللي يهمني ان انا شايف ان يعني السوشيال ميديا مستكتره قوي ان يكون حكم مصري في المباراه. ورغم ان ده حق اصيل للتحكيم. صحيح. بغض النظر عن مين اللي بيدير المباراه، الى جانب مش عايزين دائما وابدا ان احنا يعني نستبق الاحداث ونقول ونعمل ما نسيب المباراه باحداثها، والحكم نتمنى له التوفيق ما وفقش، مش معنى كده نهايه التحكيم المصري في هذه المباريات. أكيد. فده احنا ده المطلب اللي احنا عايزينه. وبعدين زي ما حدث في مباراه نهائي الكاس بالتزام اللاعبين والاجهزه الفنيه بقرارات الحكم البرازيلي، اتمنى يكون الكلام ده برضو صحيح موجود طبعا، والتزام بقرارات التحكيم المصري وليس صحيح حكم بعينه، التحكيم المصري.
اكيد كل التوفيق بنتمنى لطاقم التحكيم اللي هيدير بكره مباراه الاهلي والزمالك او الزمالك ونادي الاهلي في دوري النايل في قمه، اكيد بتكون دايما خارج التوقعات. كابتن احمد الشناوي بشكرك جدا على وجودك معانا وعلى وقتك، وان شاء الله يومك سعيد وصباحك زي الفل. ونرجع مره تانية لاهم اخبارنا، ولسه مكملين برضو اخبار نادي الزمالك واخطر الاتحاد الافريقي لكره القدم نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف باداره مباراه دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه والمقرر ليها يوم الاحد الموافق يوم 21 ابريل الجاري في استاد القاهره الدولي. طاقم التحكيم هيكون مكون من رواندي سامويل ايكوندا، وهيتواجد كمان الجنوب افريقي ميكاليما زنات، وكمان هيكون بيعاونه مواطنه توم ابونجيل، واختار الكاف الليبي عمر جمعه عبد الصادق مراقب عام على المباراه، في حين بيراقب كمان الحكام او الحكم الغيني ابو بكر دومبيا. نروح بقى معاكم لخبر تاني من الاتحاد السكندري، وواصل ما بيقولوا مهاجم الاتحاد السكندري غيابه عن تدريب الفريق امبارح بعد نهايته او نهايه فتره الراحه اللي حصل عليها الفريق بعد مباراه نادي الزمالك في الدوري. كان ما بيقولوا حصل على اذن من كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بالسفر لانجولا لزياره مفاجاه وسريعه عشان يطمن على ابنه اللي بيمر بوعكه صحيه صعبه في الوقت الحالي، ومن المنتظر ان هيعود الهداف الانجولي للانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لموقعه سيراميكا كليوباترا الاسبوع ال 18 والمقرر ليها اكيد يوم الخميس اللي جاي الساعه 4 عصرا على ملعب المقاولين العرب في الجبل الاخضر. تابعنا مع حضراتكم فقرة إخبارية عن آخر وأهم وأحدث الأخبار اللي بتخص الساحرة المستديرة محليا. نطلع دلوقتي سريعا مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيفنا النهاردة دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا ده دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الاولمبي. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل. اكيد يا دكتور اكيد منورنا النهارده. اكيد طبعا اكيد منورنا النهارده في صباح اون تايم، وسعيده جدا بوجود حضرتك معانا مره تانية، واكيد عندنا كلام كتير جدا يعني بيخص يعني الطب الرياضي وتاهيل الرياضي في حلقتنا النهارده، خاصه ان احنا داخلين بكره على مباراه في غايه أهمية مباراة القمة اللي بتجمع ما بين الزمالك ونادي الأهلي، وشايفين إن في إصابات بالجملة سواء بقى في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك. تحت أمرك و يعني كل أذان صاغية ليك يعني. خلينا نبتدي بالإصابات اللي موجودة في النادي الأهلي، الكل عايز يتكلم ويعرف إيه أخبار الإصابات دي، إيه أسبابها كمان، يمكن كمان الفترة اللي فاتت دي شفنا إصابات كتير بتحصل في شهر رمضان، بس خلينا نتكلم عن شهر رمضان وعن سبب الإصابات الكتير جدا اللي تعرض ليها اللعيبة، بس خلينا أسألك الأول مثلا عن إصابة إمام عاشور. طبعا هو إصابة إمام عاشور دي الناس كانت فاكرة إنها خلع في الكتف. لا هو مش خلع في الكتف، مش خلع في الكتف، لا لان المفصل المنطقه دي احنا بنسميها منطقه الكتف، فيها مفصلين، فيها مفصل الكتف اللي هو مفصل كبير ده اللي هو بيحرك اللي بيبقى بين عظمه العضد وعظمه اللوح نفسها، وفي مفصل مهم جدا اللي بنسميه المفصل بين اللي هي عظمه الترقوه وحاجه بنسميها الجزء الخلفي من عظمة اللوح، دول بيعملوا مفصل مهم جدا وبيضيف إلى ثبات منطقة الكتف دي، فهو المفصل ده بتبقى العظمتين دول ممسوكين بأربطة عشان تخلي الوضع العظمتين قصاد بعض. فنتيجة لو احنا كلنا شفنا الإصابة أو الوقعة اللي وقعها إمام عاشور هتلاقيه نزل على الكتفه، صحيح نزل على الجنب. دايما مفصل الكتف لما بيتخلع ما بيتنزلش على الجنب كده، بينزل على الإيد كلها. فالمفصل لما ينزل على الجنب هو ده اللي بيحصل فيه الإيه المشكلة. الأربطة دي بيحصل فيها نوع من أنواع الإيه التمزق. التمزق ده بقى ليه درجات، يعني درجة أولى درجة تانية درجة ثالثة.
وكل درجه وليها العلاج بتاعها وليها طبعا مده التعافي بتاعتها بقى. مده التعافي بتختلف بقى. يعني الدرجه الاولى دي ما بنعملش عمليات وبيلبس مثبت للكتف صحيح. وبيحافظ عليه ويمكن ينزل يتمرن حاجات بسيطه بدون الاحتكاك وكده. لكن الدرجه الثانيه معناها ان في اكتر من 50% من الاربطه دي حصل فيها تمزق وبالتالي لازم الاربطه دي ترجع تتعمل تاني او العظمتين يرجعوا يتلموا بنفس تاني. الطريقه تاني ودي بتركب لها حاجه دلوقتي بنسميها يمكن اسمها الخطاطيف خطاف. يعني ايه معنى الخطاف اللي بيركب ده بيتغرس في العظمايه وبيطلع منه خيوط هي الخيوط دي اللي بتربط الاربطه ببعضها فدي ودي يعني نسبه التعافي برضو بتاعتها ما بتاخدش وقت طويل برضو على فكره دي شبه اصابه محمد صلاح في 2017 بس محمد صلاح بالظبط كانت زي ما دي كانت درجه اقل شويه من درجه اصابه عاشور طيب والدرجه الثالثه بقى ما هي الدرجه الثالثه برضو زي نفس الدرجه الثانيه لازم يبقى فيها تدخل جراحي وبيتعمل فيها الخطاف بيعمل فيها الخطاطيف واحيانا لو هي العظمتين بعدوا قوي بنركب مسمار كده من فوق يمسك العظمتين لفتره وبعد كده بنشيله بعد شهرين ثلاثه طيب خليني اسالك برضو عن الاصابات المتتاليه اللي ممكن تتعرض او يتعرض ليها اي لاعب هل ده بيكون بسبب معين ولا ممكن برضو يكون مجرد سوء حظ بصي هو طبعا لو احنا طبعا الهدف الاساسي بتاعنا كاطباء يعني طب رياضي ان احنا نمنع حدوث الاصابه طيب الاصابه ممكن يكون ليها اسباب غير الحظ او غير مثلا الالتحام والحاجات دي زي اصابات العضلات مثلا صحيح. واحد بيجري بسرعه واحد بيجري سبرنت عضلته مش جاهزه بقى القوه بتاعتها ما فيهاش مرونه كفايه هو ما عملش مثلا استشفى لعضلته كفايه صحيح. ما عملش تدليك كويس الحاجات دي كلها ما بيعملش جيم كويس يعني عضلته ما بتبقاش جاهزه العضله دي لازم فيها حاجات عشان ما يحصلهاش اصابه لازم يبقى فيها مرونه صحيح. ولازم يبقى فيها قوه اكيد الاثنين مع بعض ولازم المفاصل بتاعته يبقى فيها حاجه عندنا بنسميها ستابيليتي او الثبات والثبات ده هو اللي بيمنع الاصابات عشان كده دايما كل الاعداد الحديث لما تشوف التدريبات والاعداد والناس اللي بتعد بتعمل ثبات للمفاصل اللي هي الركبه والانكل ومفصل الحوض من فوق ومفصل الظهر لو عملت الثبات ده معناه ان العضلات اللي حواليها دي قويه صحيح. يبقى نسبه حدوث الاصابه اقل صحيح وكمان ده بيكون مرتبط اكيد بطريقه التغذيه زي ما حضرتك اتكلمت عن الريكفري بعد اللقاء طبعًا. كمان طبعًا. عن طريق الاسترتشات اللي بتحصل قبل التدريب بعد التدريب او خلال كمان التدريبات كلها بتكون حاجات بتؤدي للحفاظ على اللاعب تغذية ويمكن انت سألتي برضو عن حتة رمضان واللعب في رمضان وممكن تحصل إصابات صحيح يمكن كمان في رمضان حصلت في بدايته كارثة أكيد يعني الكل كان من يعيش وقت يعني صعب جدا جدا اللي حصل لأحمد رفعت في أول يوم من أيام ولو إن موضوع الكابتن أحمد رفعت ده ممكن يكون ليه أسباب تانية لكن هو إحنا بننصح دايما في اللعيب إن هو ياخد كفايته من السوائل دي مهمة قوي قوي صحيح يشرب قبل التمرين وفي وسط التمرين وبعد التمرين وفي خلال المباريات بين الهاف تايمين لازم ياخد كفايته من السوائل الرياضيه وهي منتشره دلوقتي صحيح بيبقى فيها تركيزات معينه من الاملاح المعدنيه املاح المعدنيه بالذات زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي المغنيسيوم الكالسيوم الحاجات دي لما بتبدا تقل عند اللاعب او ما بتبقاش مظبوطه ممكن تعمل مشكلة وممكن أحد المشاكل مثلا ممكن اللي كان حصلت للكابتن أحمد رفعت ممكن يكون لخبطة في الأملاح المعدنية اللي جوه جسمه بالذات عنصرين مهمين جدا اللي احنا بنقول عليهم الصوديوم والبوتاسيوم البوتاسيوم والصوديوم دول لو حصل فيهم خلل لأي لاعب ممكن يعمل له حالة إغماء ممكن يوقف القلب لفترات بالاضافه طبعا للاسباب اللي هي ممكن تكون عضويه يعني فطبعا السوائل المكملات الغذائيه المكملات الغذائيه بقت ضروره دلوقتي مش حاجه يعني لازم ده الزام على اللاعب ان ياخد مكمل غذائي لان الكره دلوقتي زي ما انت عارفه بيلعبوا كل 3 ايام صحيح. كل 72 ساعه وبيلعب بطوله قاريه وبيلعب بطوله محليه
وكل ده ما بيلحقش ياخد وقته الكافي من الريكفري، فبالتالي بالزبط. بيكون محتاج سبلمنتس ان هي تظبط الريكفري اكتر، بالاضافه طبعا للريكفري اللي هو بيعمله. تمام، لازم السبلمنتس دي في منتهى الاهميه. وكل واعتقد دلوقتي اللعيبه كلها بقت ما شاء الله عندهم الوعي فعلا، وتلاقي كل لعيب معاه شنطته اللي فيها المكملات بتاعته. صحيح. واللي فيها برضو بعض السوائل، وبعض دلوقتي في حاجات سوائل برضو للريكفري، يعني مش خلال المباراة بقى بس، في حاجة بتتشرب قبل اللقاء، حاجة بعد بالزبط. اللقاء. واحنا بنهتم بالذات بعد المباراة ده بالموضوع السوائل بتاعت الريكفري، يبقى فيها زي ما حضرتك قلت شوية أحماض أمينية يفقدها اللعيب، بيبقى فيها جزء من البروتينات اللي هو هام جدا في التكوين طبعاً العضلي. العضلات. بالإضافة للمكملات بيبقى فيها برضو مكملات. بالإضافة للحاجات اللي بتتعمل بقى، سواء مية ساقعة، تلج في درجة حرارة معينة، تدليك، بخار، الحاجات دي في منتهى الأهمية بالنسبة للاعب. صحيح. بحيث إنها يحمي نفسه وبتطول من الإصابة. أكيد من عمر اللاعب في الملاعب. اليوم بقى اللي بعد المباراة برضو، وفي ناس بتأديه صح اللي هم اللي بيبقوا مع المديرين الفنيين، لأن ده جزء من الريكفري. اليوم اللي بعد المباراة تمارين اللي هي الاسترتشات والتمارين المعينه، ده جزء برضو من الريكفري بالنسبه للاعب، مهم جدا يعني. اكيد. طيب بعيدا عن طبعا يعني اليوم الاول والحاله الاستثنائيه، حاله كابتن احمد رفعت الحمد لله خلاص قام بالسلامه وطمنا عليه، وكلنا اكيد سعدنا جدا 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 برجوعه مره تانية بصحه كويسه الحمد لله، ان شاء الله ربنا يديم عليه صحته وما نشوفش يعني موقف زي ده مره تانية. شفنا برضو اصابات كتير بتحصل. تمام. ده سببه ايه؟ مشكلة في التغذية، مشكلة ان اللعيبة ما كانتش بتلحق ان هي تكون بتفطر بتاخد يعني كفايتها من الغذاء الصحيح قبل اللقاء؟ ده برضو جزء. وتاني حاجة برضو انت عارفة ان احنا في رمضان الريتم بتاعنا بتاع الحياة بيختلف شوية. صح. مهما كان هتقولي اللاعب نام بدري، مش هينام بدري، مش هينام بدري. انت لازم، ومعظم اللعيبة يعني يعني بتبقى عايزة تصلي الفجر، خلي بالك تصلي الفجر قبل ما وينام تنام، ويصلوا الظهر يرجعوا يناموا ويصلوا العصر طبعًا. ويصحى على الفطار. اختلاف الريتم ده برضو بيبقى ليه دور، وبتبدو اختلاف في الوقت بتاع التغذيه، ما وقت التغذيه ده مهم جدا. صحيح. وبعدين برضو لازم التغذيه الرياضيه في رمضان بتختلف. لازم برضو اللاعب، احنا بناكل 3 وجبات في الاوقات العاديه، ده طبيعي. لازم ده غير السناكس كمان بالنسبه لاي اتليت، لاي رجل رياضي بيكون دايما بالزبط. بيكون ما بين الاكل والاكل بيكون في وجبه خفيفه. بالظبط، ده مهم جدا. نفس الحكايه لازم، واحنا كنا بنراعيها في رمضان، يعني احنا في رمضان لازم يبقى في 3 وجبات، بيبقى في وجبه الفطار اللي هي الخفيفه اللي فيها كربوهيدرات وفيها برضو سوائل وكده، بحيث ان اللاعب ينزل يتمرن التمرين. صحيح. بتاعه وما تبقاش معدته مليانه وما تاثرش عليه في التمرين. بنحط لهم برضو مفروض ان هم بيبقى ليهم ريجيم معين او قائمه معينه بالنسبه للغذاء. وبعدين بتيجي الوجبه الاساسيه، احنا بنعتبر الوجبه اللي هو بقى بعد التمرين دي الوجبه الاساسيه، المفروض يكون فيها بروتينات اكتر. بالزبط. ومواد غذائيه تقدر ان هي تعوض اللي فقده اللاعب خلال التدريب. بالظبط بالظبط. وبياخد الوجبه الاخيره اللي هي وجبه السحور اللي هي الـ بس بحس ان ده يا كابتن صعب ان هو يتطبق جدا، لان في الاخر تلاقي اللعيبه بينزلوا التدريب بتاعهم الساعه 10 مثلا، بعد ما بيصلوا العشاء بيخلصوا الساعه 12، فان هو هياكل مثلا على الساعه 1 ويرجع ياكل كمان الساعه 3، بيكون صعب قوي بالنسبه لاي لاعب. بيبقى التمرين مثلا الساعه مثلا 9 9 ونص، وهو المفروض يتعامل كده. يعني انا ممكن اكل اتمرن بعد اي تمرين من 3 ساعات ل 3 ساعات ونص. بنزل التمرين بتاعي، المفروض ان انا برجع جعان وباكل الوجبه اللي هي بتبقى على الساعه 12 مثلا، ومن الساعه 12 بياكل الساعه 3 ونص، برده في وقت كفايه. ما هو لازم يبقى في تنظيم برده للمواعيد بتاعه الاكل. صحيح. مش نوعيه الاكل بس، لا، مواعيد الاكل مهمه جدا في رمضان، بحيث انها ما تأديش للإصابات يعني. طب لو حضرتك ممكن ترشح وقت يعني هو الأفضل والأنسب بالنسبة للمباريات الخاصة برمضان، تفتكر الوقت يكون عامل إزاي؟ يكون اللاعب قدر إن هو يفطر وياخد كفايته ويقدر إن هو يعني جسمه يفوق، هو كان يعني طول اليوم نايم.
تقريبا ما بيعملش اي حاجه، ما فيش اي نوع من انواع الحركه، ما فيش تمرين، ما فيش اي حاجه بتحصل. فتفتكر انهي وقت يكون هو الانسب، ولا اصلا رمضان كله مش مناسب للمباريات؟ ما هو هو يعني رمضان هو وقت صعب للرياضه صراحه بامانه يعني. لكن ممكن احنا بنقول من 3 ساعات ونص او من 3 ساعات لـ4 ساعات. يعني انا ممكن واكل مثلا الساعه 6، ممكن اتمرن الساعه 9، 9:30، 10، او العب 9:30، 10. فده بيبقى معاد مش وحش يعني، في من 3 ساعات لـ4، يفضل يبقى 4 ساعات، بحيث ان اللاعب يبقى خد كفايته من الاكل وحصل الهضم كويس، يبقى ده معاد مناسب جدا للعب في رمضان. بالذات احنا مثلا المغرب كان الساعه 6، 6:15، الساعه 10 كان يبقى معاد كويس، لكن 9 برضو بس مبقاش مناسب قوي يعني، مثلا مش قبل 9:30 كان الميعاد اللي هو اللي يبقى مناسب يعني. صحيح، خاصة ان هو بينزلوا كمان التسخين بيكون قبلها بساعة، فأكيد يعني ما بيكونش فيه فترة كافية. خليني أسألك برضو عن استهلاك الكافيين كتير بالنسبة للعيبة على معدة فاضية، ده بيكون عامل ازاي او اثره بيكون عامل ازاي على اللاعب؟ لا هو طبعا الكافيين على معدة فاضية مش كويس، اي حاجة يعني بتتاخد على معده فاضيه بتبقى مؤثره، بالذات الكافيين يعني. لكن هو الكافيين مش وحش بالنسبه للاعب بتركيزات معينه، بدليل الاول الكافيين ده كان بينزل في الليسته بتاعه المنشطات كل سنه، دلوقتي بقى مسموح به وبس بنسبه معينه. لكن انا بعد ما اكل وكده ممكن اخد لي مثلا حاجه كافيين، ما فيش فيها اي مشكله. كافيين خلي بالك برضو منبه ومنشط شويه، فبيفيد برضو اللاعبين، لكن على معده فاضيه غلط طبعا. صحيح، غلط طبعا. صحيح، تحصل التهابات يعني. طيب خليني نرجع مره تانية ونتكلم عن الاصابات الخاصه بالنادي الاهلي مروان عطيه والاصابه الخاصه بالعضله الخلفيه. يمكن احنا خلاص اطمنا على اللاعب ان هو جاهز من قبل الجهاز الطبي للنادي الاهلي، خلاص اعلن ان هو جاهز، ولكن طبعا الخيار ان هو هينزل هيلعب بكره ولا لا ده بيكون بيرجع اكيد لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. خليني اسالك برضو عن اسباب الاصابه دي. بصي هو برضو خلينا نتكلم ان في لعيبه معينه بتبقى معرضه في مراكزها للاصابه اكتر من لعيبه تانية. صحيح، بالذات اللي بيجري عدد كيلوات كتير خلال المباراه. يعني انت عارفه دلوقتي بقى في الانظمه الجي بي اس دي بتحسب اللعيب ده جري قد ايه وكده. برضو مروان عطيه لاعب بيلعب رقم 8 بوكس تو بوكس، فبيتحرك كتير داخل الملعب يمكن اكتر من اي لاعب تاني موجود، فيمكن ده سبب من اسباب الاجهاد الزايد على العضله، ونازل وطالع. وبعدين هو لو حسبنا له هنلاقيه برضو من اللعيبه اللي هي لعبت مباريات كتير خلال الموسم مع النادي الاهلي، واشترك مع المنتخب في حاجات كتير اكيد. لكن في بعض اللعيبه بيبقى عندهم استعداد ذاتي مثلا للاصابه. يعني مثلا احنا في، عشان كده دايما دلوقتي هم دخلوا حضرتك طبعا في دلوقتي، والحقيقه وزاره الشباب متبنيه الموضوع دلوقتي، اللي هو الدي ان ايه دلوقتي هيبقى اجباري على لعيبه ذات المنتخبات ان يتعمل لهم الدي ان ايه، لان الدي ان ايه بيبين اللعيب ده معرض لاصابات كتيرة ولا لا، معرض لاصابات قد ايه، وايه نوع ايه المكان اللي هو ممكن يبقى متعرض له اكتر. يعني في واحد يبقى عنده اصابات في الخلفيه اكتر، واحد عنده في معرض ان يجيله قطع في وتر اكيلس، معرض ان يجيله صلوبات صليبي اكتر من واحد تاني. ففي لعيبه بيبقى هو الاستعداد بتاعهم من حيث الليفه العضليه صحيح، والحاجات بيبقى عنده اصابه. نشوف بدون ذكر اسامي، في لعيبه كتير في الاهلي يجي لهم الاصابه في العضله ويقعد فتره ويجي يجي له تاني. صحيح، ده لازم كان لاعب اصاباته كتيره بالظبط وفي حتت معينه. فهو ده في استعداد ذاتي. الحاجه الثانيه بيبقى ممكن الاستعجال على اللاعب ان هو يلعب في ظل ان في مباريات كتير ومباريات. صحيح، لازم اللعيب ياخد وقته. لازم اللعيب ياخد وقته. ممكن موضوع الدي ان ايه ده برضو بيفسر ان في لعيبه بنشوفهم ما شاء الله، يعني بنشوفهم خلال مسيرتهم الكرويه كلهم ما تعرضوش لاصابه كبيره.
دي حقيقة، دي حقيقة. اشمعنى ده بيتعرض لإصابة كل اسبوعين ثلاثة وده عمره ما جاله ولا إصابة؟ فيمكن فعلا موضوع الدي ان اي ده مهم بيفسر طبعا. والحقيقة الوزير الدكتور أشرف صبحي مهتم جدا بالموضوع ده. واحنا على فكرة عملنا للمتلومبي، عملنا نسبة كبيرة من اللعيبة، بس عشان طبعا عندهم مباريات وكده بعضهم لسه ما عملش الموضوع ده يعني. صحيح دكتور، اكيد كلامنا يعني كتير خلال حلقه النهارده، ولكن نطلع سريعا لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع وهنكمل كلامنا اكيد النهارده مع دكتور طارق سليمان. خليكم معانا. رجعنا سريعا، لسه الحديث مستمر مع دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الاولمبي. يا دكتور منورنا مره تانية، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الدي ان اي وازاي بيتم اختبار قابليه اللعيبه من خلال اختبار الدي ان اي للاصابات، مين اللاعب المعرض اكتر او العرضه اكتر للاصابات، ومين اللاعب اللي ممكن يكون عنده عرضه اقل للاصابات. خليني اسالك، الموضوع ده بيكون اصله ايه؟ جينات ولا تغذيه ولا تاسيس ولا تدريب؟ بقول لحضرتك نمرة واحد بيبقى تغذية في الصغر. احنا قلنا يعني في الصغر لازم الطفل يتغذى كويس، بالذات ان دلوقتي بقى فيه دايما شغف واقبال من اولياء الامور على انهم يودوا ولادهم الاكاديميات. صحيح، كلهم يعني طمعانين ان هو يبقى ابنهم محمد صلاح محمد صلاح يعني، او يبقى لاعب او يحترف بره او كده، فبيبدا يوديه الاكاديميات من سن صغير. طيب معظم الامهات انا بيجي لي في العيادات اطفال كتير قوي مشكلتهم التغذيه، لان هو اهم حاجه عنده انه يروح يلعب او يروح يتمرن، ياكل حاجه بسيطه الصبح او ما ياكلش خالص او ما ياكلش، وده في الغالب ان هو بيخرج من المدرسه والدته بتاخده او والده ياخده من المدرسه توديه للنادي وهو ما اكلش حاجه، يروح يلعب فيصاب، بيحصل فيه اجهاد عضلي. صح. العضله بتاعته بتستهلك وهو في سن صغير، ما هو ما فيش ريزيرف، ما فيش لا كربوهيدرات ولا بروتينات ولا حاجه. بص تلاقي الولد جايب انيميا، جايب التهابات في مراكز النمو، جاي هزلان، فكل ده تغذيه. ولما بيكون بقى انت عندك اساسا الجين كويس وتدعميه بالغذاء بيطلع بقى اللعيب قوي، وهو صحيح. ده اللي بيكمل. بس ده برضو يخلينا نطرح سؤال، يعني في لعيبة كتيرة جدا ما كانوش بيمروا بظروف مادية كويسة يكونوا بيتغذوا بشكل كويس وبشكل سليم. يمكن ممكن نقول مثال كريستيانو رونالدو اللي كان بيتكلم ان هو كان عنده صعوبة وهو صغير ان هو يلاقي اكل كويس او ان هو يعني يتوفر له الغذاء الصحيح. يمكن كمان كنا بنسمع من كلام محمد صلاح ان هو كان بياكل في اليوم طبق كشري لو عرف ان هو ياكله او لا. فالفكرة دي او الكلام ده بيخلينا نروح لهو يمكن الاهم يكون الجينات مش التغذية، ولا رأي حضرتك ايه؟ لا هي بصي هي كلها عوامل مع بعضها، منها الجين، عشان كده الدي ان ايه بدأ يفرض نفسه دلوقتي. احنا ما نقدرش نلغي موضوع الجين دي نمرة واحد. التغذية احنا مثلا لو بصينا لمحمد صلاح والناس اللي هم كانوا بيبدأوا في الارياف وكلام، لا بالعكس تغذيتهم بتبقى قويه. احنا زمان ما كان عندنا بيجينا ناشئ بيجينا من الارياف بنحس ان ده واكل كويس، اصل واكل كويس يعني معناه والدته الصبح عملت له مثلا حتى طبق بيض، اديت له بيضه مسلوقه، اديت له خيارايه طماطميه من الحاجات اللي هي موجوده. ما هو ده التغذيه. احنا بنقول للطفل ايه الصبح قبل ما تنزل؟ خد لك حاجه فيها بروتينات، سندوتش جبنه، بضايه، شويه فول، مع حاجه فيها كربوهيدرات، ادي له مثلا سندوتش حلاوه، حاجات في المتناول، سندوتش حلاوه مثلا، مربى، معلقه عسل، الكلام دوت. لو خد الحاجات ديت وبعد كده اتغدى اي حاجه برضو، انت بتقولي طبق كشري، طبق كشري ده من الحاجات اللي هي فيها كربوهيدرات، يعني انا ما اكل طبق كشري. احنا بندي اللعيبه قبل ما ينزلوا المباريات وفي وجبه السناك بندي له مكرونه بس، بندي له مكرونه سباكيتي بنحط له عليها شويه زيت زيتون، يبقى الاكل العادي اللي هو في المتناول واللي موجود عند كل الناس. بس المهم ان انا يبقى عندي الوعي، انا ادي الولد ده ايه على حسب امكانياتي انا. صحيح. هدي له الحاجه اللي هي تفيده
في التمرين، يعني ملوش علاقه بالغنى والفقر، واخد بالك؟ فده مهم جدا. يبقى اذا الجينات والتغذيه والمتابعه بقى بعد كده من الاهل، من الانديه طبعا، فالحاجات دي في منتهى الاهميه يعني. صحيح. طب عايزين نروح لموضوع تاني سريعا قبل ما نختم حلقتنا النهارده، ارضيه الملاعب وقد ايه بيكون ليها تاثير على الاصابات بالنسبه للعيبه. طبعا طبعا ارضيه الملاعب مهمه جدا يعني. يعني اولا ارضيه الملاعب بتبقى مسؤوله عن اصابات كتير جدا بتحصل، زي اصابات الكاحل، زي اصابات الركبه. صحيح. تلاقي لعيب وهو ماشي لوحده وقع، جاله قال لك ده جاله غضروف او جاله رباط صليبي، ممكن يبقى الملعب ليه دور كبير. الارض ناشفه. الارض ناشفه. نوعيه يعني اما بتكون الارض مش ناشفه والارض سرحه، استقبال اللعيب للكوره نفسه بيكون اسهل. انا كنت لعيب كوره، استقبال اللعيب يعني بنشوف ملعب كويس، الاستقبال الكوره حتى تصرفك بعد ما تستقبلي الكوره وفكرك بيبقى مختلف. احيانا الملعب ده ياثر على الذهن، وطالما اثر على الذهن ممكن يجيب اصابات، وده اللي احنا بنشوفه. واحد صليبي، واحد انكل، واحد في ناس رجليها بتتكسر من الملعب، يبقى جاري رجليه دخلت في حفره، التوازن بتاعه اتخل، حصل له كسر في اي عظمه من العظمات. فالملعب طبعا ده منتهى الاهميه يعني. ارضيه الملعب اكيد بتكون يعني ليها عامل كبير جدا، ليها مواصفات، ولازم تترش، لازم تتقص، لان الملعب برضو التقيل ده بيعرض اللعيب للاصابات. الملعب اللي هو ناشف قوي بيعرض اللعيب للاصابات. طبعا صيانه الملاعب اللي هي بتبقى مناسبه من اهم صناعات كره القدم يعني. صحيح. دكتور طارق، دايما بتكون يعني الحلقه مع حضرتك بتعدي بسرعه، ودايما بيكون لسه في اسئله كتيره لكن مش بنلحقها، واكيد ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف حضرتك ان شاء الله باذن الله في الاسابيع القادمه، ويكون لينا لقاء اخر نتكلم فيه اكتر عن تفاصيل بتخص الاصابات والملاعب والتاهيل واللعيبه، وازاي نقدر نحافظ على اللاعب ويكون عمره اطول. مهم جدا خلي بالك دور الطب الرياضي أكيد. يعني في منتهى الأهمية. وطبعا أنا يعني موضوع أحمد رفعت ده، يعني أنا كطبيب بشكر الناس اللي هي يعني عملت له الفيرست إيد، لأن لو ما كانش اتعمل له فيرست إيد كويس، ويعني الإسعافات الأولية واتاخد بعناية، كانت الأمور ممكن تبقى أسوأ. فطبعا ده احنا زي ما بنشكر مثلا، شكرنا قبل كده الناس اللي هم عملوا اسعاف لإريكسون، انا بشكر الناس اللي هم سواء اللي كانوا موجودين في الملعب او اللي قابلوه في المستشفى، وبنقول له الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. أكيد يعني كلنا بصراحة يعني كانت قلوبنا مع اللاعب ومع عيلته، طبعاً الكل طبعاً بصراحة حزين طبعاً على اللي حصل، بس الحمد لله إن هو ربنا شفاه وقام بالسلامة واطمنا كلنا عليه، ونتمنى له إن شاء الله إن هو يرجع سريعا للملاعب ويقدر إن هو يكمل. أحمد رفعت كان معايا كذا مرة في المنتخبات يعني، من هو صغير معايا في المنتخبات يعني. صحيح. دكتور نورتنا دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الاولمبي، اكيد سعدنا جدا بوجود حضرتك النهارده معانا، ويومك سعيد ان شاء الله. مبسوط ان انا مع حضرتك. اشكرك يا دكتور. مشاهدينا بتنتهي حلقتنا النهارده من صباح اون تايم ان شاء الله، على ميعاد بكره في نفس توقيت الساعه 10 الصبح. صباحكم زي الفل.